وجم الهنود طبعا زرعوها عندهم في الجبال والأودية هناك بعد طبعا فترة طويلة وسنين تقريبا 400 سنة، اشتهرت بقى وبقت في كل أنحاء العالم وأصبحت دلوقتي وجبة أساسية على كل سفرة. بس طبعا اكتشفوها الأول فين؟ في أمريكا الجنوبية، والهنود بعد كده زرعوها واشتهروا بزراعتها لدرجة إن هم بدأوا يستغنوا عن القمح ويعملوها دقيق ويخبزوا منها العيش. الدقيق بتاع البطاطس مش نو، يعني في الهند نقول لك الدقيق القمح عندنا الدقيق أو الطحين، هناك الدقيق بتاع البطاطس شنو؟ الدقيق ده بيستخدموه في الخبز ويعملوا بيه العجين بتاعهم. وإن شاء الله في حلقة من الحلقات في المطبخ الهندي هنشوف هنستخدم إزاي الدقيق بتاع البطاطس. من فوائد البطاطس اللي أنتوا لازم تعرفوها السادة المشاهدين علشان نعرف القيمة الغذائية بتاعة البطاطس الرخيصة اللي تقدر ست البيت ونقدر كل بيت يجيبها عنده وتوفرها ويخزنها. سهلة الهضم، بتمتص السموم من الجسم، وده حاجة مفيدة جدا. غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور، يعني كمان دخلت على الأسماك والسيفود والجمبري، أصبح فيها فوسفور هتغنينا عن إن احنا ناكل جمبري. يعني طبعا مهمة للأطفال، لأن طبعا المعادن ديت احنا عارفينها إن هي بتساعد على بناء عظام الجسم. طيب السر العجيب بقى اللي انتوا لازم تعرفوه السادة المشاهدين، قشرة البطاطس. قشرة البطاطس ديت لما بنلاقيها معمولة شيبس أو إن احنا نغسلها كويس ونستخدم قشرة البطاطس في الآلية أو في السلق أو في السلطة، غنية جدا بالألياف. الألياف دي لها قيمة غذائية غير باقي الألياف الأخرى، إذا كانت الخاصة أو الجرجير أو خلافه. الألياف اللي موجودة في البطاطس بتقوي الجهاز الهضمي ومضادة للسرطان والأكسدة. شفتوا البطاطس فوايدها؟ خد المعلومة دي كمان، البطاطس خبراء التجميل بدأوا يستخدموها لعلاج الانتفاخ اللي بيكون موجود تحت العينين، يعني حتى مراكز التجميل استخدموها في التجميل وعلاج بعض الأمراض أو الانتفاخ اللي بيكون موجود تحت العين. طيب نشوف مع بعض ايه تاني يا أحمد. كل الناس طبعا بتخاف اللي بتعمل رجيم ان هي تاكل بطاطس، قلنا اللي بيعمل رجيم ياكل بطاطس بقلب جامد ومفيش اي مشكلة، بس بطريقة سهلة كده هنقول السعرات الحرارية اللي موجودة في البطاطس. طبعا المعلومات دي انا بجيبها معتمدة علشان ما احنا طبعا مطبخنا طبخة ومعلومة صحية، فلازم نجيب المعلومة صحية عشان لما حد يرجع لها يلاقيها مظبوطة. السعرات الحرارية اللي موجودة في كل 100 جرام بطاطس، تقريبا البطاطساية اللي في ايدي ديت، السعرات الحرارية عندنا 75% من السعرات الحرارية فيها لكل 100 جرام، 3% بروتينات، 17% كربوهيدرات، 3.5 ألياف اللي هي أهم حاجة اللي موجودة في القشرة بتاعتها، وما فيهاش طب مش موجود فيها الدهون المشبعة، خالية من الدهون المشبعة. عرفنا الفوائد بتاعة البطاطس عشان ناكلها بقلب جامد وما نخليهاش تترك بيتنا خالص، زيها زي الدقيق في البيت. وعلى فكرة